استاذ احمد، مساء الخير وميرسي، ربنا يخليك يا رب. وانا دايما يعني ببقى عايزه اشكرك فعلا على دعمك وعلى كلامك في حقي، ودايما بتكون مهتم ودايما بتكون اول الناس اللي بتهني وبتتابع، فميرسي على محبتك وميرسي على دعمك دايما، اشكرك، ربنا يخليك يا رب. قولي لي لما جالك اختيار هتقدمي هذا الاحتفال لانه حفل مهم بيتابع من الدنيا كلها، تلقيتي من 100 اتصال؟ الكاف طبعا هم اللي يعني هم اللي الحمد لله. هو طبعا الكاف لما بيختار على حسب الشغل اللي شافه يعني. وانا كان حظي حلو انه يعني كنت موفقة معاهم المرة اللي فاتت وقت القرعة، والمرة دي كانت المسؤولية كبيرة. يعني ممكن الناس كانت تفتكر ان في القرعة وانا لوحدي على المسرح المسؤولية اكبر، بس لا، المرة دي الحقيقة لانه احنا طلعنا بره بقى الموضوع ورحنا على الناحية الدولية بقى. يعني انا جنبي نجم دولي، الايفنت ما بقاش يخص بس القارة الافريقية او البلاد العربيه بتاعتنا، احنا بنتكلم ان معايا نجم من يعني اسطوره من اساطير كره القدم، ايتو. ف ده بيحط عليا مسؤوليه اكبر، لانه لو انا بقدم لوحدي فانا ورقي قدامي وانا عارفه موضبه حاجتي والدنيا تمام، لكن لو معايا نجم كبير وهو اساسا انسان عفوي جدا، فانا لازم ابقى راضي لعفويته ولخفه دمه ولمداعبته لكل زمايله اللي موجودين، وبرضه هم نجوم كبار، فلازم زي ما بنقول اكون up to the standard. انا لازم اكون ابذل كل جهدي ان انا كمان اكون يعني كفه الميزان بتاعتي قده. فالحقيقه ان انا اتفاجئت بكرم اخلاقه واتفاجئت بمحبته وبالتواضع. انا كان معايا نجم عالمي حتى في اخلاقه. اشتغلت معاه وكاننا فعلا لا اصحاب من زمان. ما كانش فيه اتيتيود مثلا انه النجم فهو يقول ويعمل، كان مراعيني في كل حاجه. البروفات بتاعتنا كانت بروفات من الصبح لبالليل. احنا من يوم الجمعه انا اعتقد ان انا كلمت اهلي دقيقتين ثلاثة مثلا، من الجمعة اللي لأن كان فاتت. في وقت. يعني انا وصلت الغردقة وعلى طول على الشغل، بس عارف الشغل اللي تحبه، الشغل الممتع، الشغل المظبوط. يعني كان في اكيب فرنساوي كمان، شركة هي اللي كانت هي اللي حاطه الرننج اوردر او الكونجكتور زي ما بنقول، اللي هو البرامج الحفل عامله ازاي. فكان شغل على التجربة بالنسبة لي أنا هتفضل طول عمرها تجربة عالمية، مش تجربة على مستوى محلي. كنت مريم بتقدمي هذا الحفل وانت متوقعة اولا الناس اللي بتتابعك قد ايه حول العالم، الناس اللي قاعدة قدامك في قاعة الاحتفال متوقعة هل كان القرعة ولا المرة دي بالنسبة لك هي اللي كانت أقوى؟ لا، هقول لحضرتك على حاجة. أنا القرعة أنا اتخضيت. القرعة أنا كنت بقدم وما كانش عندي فكرة خالص اللي ربنا هيعمله لي بعد كده. فأنا شلت المسؤولية دي بقى وأنا رايحة المرة دي. فأنا المرة دي بقى ما أنا رايحة فاهمة بقى هيحصل إيه بعد الحفلة. يعني المرة اللي فاتت ما كنتش عارفة. المرة دي أنا عارفة وشايلة هم كل تفصيلة، وشايلة هم اسم مصر اللي هبقى أنا واقفة يعني بمثله. لا يعني هو أكتر من جانب في المسؤولية، والله العظيم يا أستاذ أحمد.